صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن السجود للصنم أو السجود لغير الله تعالى إذا كان لأجل الدنيا فإن صاحبه لا يكفر، وهل من أراد السجود لغير الله لأجل الدنيا مختارا لا مكرها يخرج من الملة؟ نعم، من سجد لغير الله فهو كافر مشرك، ولا داعي إلى هذا الكلام الفاسد. نعم، لأن السجود عبادة ولا يصلح السجود إلا لله جل وعلا. نعم.